أهلا بكم حلقة جديدة من تكنولوجيا الطاقة. اليوم بنكمل في السلسلة بتاع اختيار القاطع، ومع بعض وصلنا للنقطة رقم 5 في معايير اختيار القاطع من الـ7 نقاط اللي اتكلمنا عنهم في أول حلقة. النقطة دي اسمها تيار الكسر أو الشورت سيركت كارنت. شورت سيركت كارنت من اهم الاشياء اللي يجب ان احنا ناخد بالنا منها ونعرف ازاي نشتغل على اساسها. شورت سيركت كارنت هو ايه عموما؟ هو اقل تيار يقوم عنده القاطع بالفصل عند حدوث كسر كهربي او شورت سيركت او قفله يعني بالبلدي، وفي زمن اقصاه 1/10 من الثانية، يعني تقريبا 100 ملي سكند. تمام، فطبعا ده زمن يعني سريع جدا وبسيط جدا، لان تيار الكسر بيحدث وبيكون الامبير عالي جدا فيه، وهنشوف مع بعض بالتفصيل دلوقتي. بيتوقف على ايه بقى تيار الكسر ده؟ بيتوقف على نوع القاطع، يعني احنا هنختار قاطع نوعه ايه علشان يتناسب مع تيار الكسر. مبدئيا كده انا عندي 3 انواع، نوع بي وسي ودي. تمام، وقبل كل شيء تيار الكسر ده يجب ان انت تكون عارفه في المكان اللي هتركب فيه القاطع بتاعك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هركب القاطع في لوحة فرعية او رئيسية او ايا كان مكان اللوحة، تشوف اللوحة دي بتبعد عن الترانسفورمر قد ايه، وتجيب الشورت سيركت في هذه اللوحة، يعني تعرف الشورت سيركت لو حدث في هذه اللوحة هيكون قيمته كام امبير. طبعا بيكون بالكيلو امبير. تمام، طبعا دي حساباتها ان شاء الله هنفرد ليها فيديو خاص كيفية حساب الشورت سيركت، ولكن مبدئيا لازم تكون عارف الشورت سيركت اللي هو على اساسه هتجيب القاطع. طبعا الشورت سيركت في اللوحه وليكن مثلا 8 كيلو امبير، هتجيب انت قاطع فوقه على طول تجيبه 10 كيلو امبير. تمام كده، طيب يبقى احنا عرفنا الشورت سيركت او الشورت سيركت كارنت او تيار الكسر، وقلنا ده تيار اقل تيار بيقوم عنده القاطع بالفصل عند حدوث كسر كهربي وفي زمن اقصاه، يعني اقصى حاجة فيه 1/10 من الثانية ان لم يكن اقل من ذلك. وقلنا بيتوقف على 3 انواع، اول نوع بي، وبي تيار الفصل فيه بيكون من 3 لـ5 مرات من الاي ريتنج. يعني الاي ريتنج لو 20 امبير تضرب في 3، 3 × 20 بـ60 امبير، و5 × 20 بـ100 امبير، يبقى هيفصل من 60 لـ100 امبير في الرينج ده. تمام، ده النوع مين؟ النوع بي. طب النوع بي ده بيفضل يستعمل في ايه؟ ده اللي هنعرفه بقى في نوع الحمل. تمام، ولكن عايزك بس دلوقتي تركز في تيار الكسر. يبقى تيار الكسر ده لو احنا عندنا وليكن قاطع 32 امبير، هيتم الفصل في حدوث كسر من 32 نضرب في 3، القيمة الاولى تطلع بـ96، والقيمة التانية تطلع بكام؟ تطلع ب 160 امبير. يبقى القطع هيفصل في الرينج ده من 96 امبير ل 160 امبير. تمام كده، اعتقد كده واضح، وده يفسر ان تيار الكسر بيفصل عند تيارات عالية جدا، لان تيار الكسر بيكون تيار عالية جدا بما ان المقاومة بتكون بسيطة، فالتيار بيكون عالي جدا، وبيكون ولذلك بيكون زمن الفصل بيكون بسيط جدا، زي ما قلنا اقصى حاجة 100 ملي سكند او 1/10 من الثانية او 1/10 من الثانية، يعني اقل من لمح البصر. يعني لو انت رمشت بعينك كده هو هيبقى اقل من كده بكتير. طيب النوع التاني، النوع التاني هو النوع سي. النوع سي تيار الفصل فيه من 5 لـ10 من الاي ريتنج، يعني برضو لو عندي نفس القاطع 32 امبير هيكون الرينج بتاعه عند الفصل من 160 امبير الى 320 امبير. تمام كده، يفصل عند القيمة دي اذا حدث كسر كهربي. النوع الاخير وهو النوع دي، وهو اعلى الانواع، ده بيتحمل تيارات عالية شوية وبيكون من 10 لـ20 من الاي ريتنج. يعني اذا كان برضو القاطع 32 امبير هيفصل امتى؟ لو حدث عنده كسر، هتضرب 32 في 10 وتضربها في 20، هيطلع من 320 ل 640 امبير. قيمة كبيرة فعلا، كبيرة، ولكن ده التيار كسر وزي ما قلنا الزمن قليل جدا، وده يفسر الحلقة اللي فاتت اللي قلناها على عكس اللي قلنا عليه. كنا قلنا ايه في الحلقة اللي فاتت؟
كنا قلنا تيار الفصل عند زيادة الحمل، ده كانت الايه العامل رقم 4، وقلنا ان هو 1.13 من الاي ريتنج، وخدنا مثال لو عند 10 امبير القطع المستخدم هيكون 16 على اساس ان انا ضربت في 1.25، تمام، فهيطلع 12.5، فهختار الاعلى 16. وبعد كده ال 16 دي لما تضربها في 1.13 تطلع 18 امبير، يعني القطع ده يفصل اوفرلود عند 18 امبير. طبعا قيمة مش كبيرة مقارنة بمين؟ مقارنة بقيمة الشورت سيركت اللي احنا درسناه دلوقتي. ولكن هنا الزمن مختلف، الزمن هنا بيكون كبير شوية. يعني الشورت سيركت قلنا دلوقتي ايه؟ قلنا 1/10 سكند، يعني بنقول 100 ملي سكند تقريبا، انما هنا لا، ممكن يوصل ل 4 سكند ل 5 سكند، بيتاخر شويه على ما يفصل لان التيار اوريدي مش هيضر قوي بالمعده، تمام كده. يبقى ده كنا اتكلمنا عنه، واحنا طبعا دلوقتي ذكرنا الثلاث انواع بتوع تيار القصر. اعتقد كده تيار القصر يكون واضح. باقي نقطه اخيره في تيار القصر، وهي هو العامل رقم 6، هناخده بالمره لانه مرتبط برضه بتيار القصر. العامل ده بيقول ايه؟ بيقول سعه تيار القصر. كل قاطع له سعه اسمها سعه تيار القصر او الاي سي يو، تمام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو اقصى تيار يتحمله القاطع قبل ان يحترق في حاله القصر. انت ممكن تشوف في بعض اللوحات قواطع محترقه، يعني ملتد، ساحت، احترقت خالص واتحرقت من الشورت سيركت كارنت العالي. ده طبعا ليه؟ لان اختياره بيكون خاطئ، لان انت ما اختارتش البند رقم 6 ده اللي هو سعه تيار القصر بعنايه وبدقه، تمام. زي ما قلنا اللوحه بتاعتك انت المفروض بتعرف فيها الشورت سيركت كارنت قد ايه، وبناء عليه تختار قواطع السعه بتاعتها اعلى على طول من الشورت سيركت كارنت، وده بنسميه سعه تيار القصر. يعني ايه الكلام ده؟ زي ما احنا قلنا كده وشرحنا ان لو كانت سعه تيار القصر اقل من تيار القصر فان القطع سوف يحترق قبل ان يفصل الدايره. يعني بمعنى اصح القاطع السعه بتاعته مثلا وليكن 3 كيلو امبير، تمام، وانت جه عندك مثلا شورت سيركت كارنت وليكن 5 كيلو امبير، طبعا القطع ده مش هيستحمل، في لمح البصر هتلاقي القطع ده اتحرق قبل حتى ما يفصل، تمام، لان بيضربوا تيار عالي جدا في زمن يعني يكاد يكون يعني لا تدركه حتى، يعني سريع جدا، زمن سريع جدا وتيار عالي جدا، فالقاطع كسعه لم يستوعب ايه هذا التيار العالي جدا. ولذلك احنا بنقول ايه؟ لازم السعه تحددها من الشورت سيركت كارنت على اللوحه اللي انت هتركب فيها. الساعات الموجوده في السوق زي ما احنا شايفين 3 كيلو امبير، 4، 6، 10، 15، هتلاقي بقى 20 وانت ماشي كده على طول، تمام. ودي كانت نقطة مهمة مرتبطة برضو بتيار القصر، ان اللي هي سعة تيار القصر. اعتقد كده الموضوع واضح بتاع الحلقة دي، وان شاء الله الحلقة الجاية ممكن نكمل او نختم الموضوع بتاع اختيار القاطع. واخيرا استودعكم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.